يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول صحيح؟ النار لا تحرق والذي يحرق أمر الله، والسكين لا تقطع والذي يقطع أمر الله، وغير ذلك من النفي والإثبات، حيث سمعنا من يقول هذا، هل قوله صحيح؟ لكن الله خلق النار أنها تحرق، وخلق السكين أنها تقطع، خلقها هكذا أنها تقطع، لكن قد لا تقطع لأن الله جل وعلا ما أراد أنها تقطع ومنعها، مثل ما حصل مع إبراهيم مع إسماعيل، فإن الله حبس السكين عن القطع، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني يكفي، وبقي الذبح لا قيمة له ولا فائدة منه، حصل المقصود وهو الابتلاء والامتحان، وأما الذبح أصبح ليس فيه فائدة، فنسخه الله عز وجل. الله قادر سبحانه، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الأصل فيها أنها تحرق، لكن قد يريد الله جل وعلا منع إحراقها، يريد منع إحراقها لسبب من الأسباب. نعم.